منو منا ما شارب عصير الرمان الكردشي او متذوق دبس حلبجه اللذيذ صنع برع بيها كاك عثمان منذ اكثر من 20 سنة، وما زال يصنع بالمنزل هو واسرته طريقته التقليديه البسيطه. اعمل في صناعه دبس الرمان منذ 20 عاما، وحتى الان اننا ورثناها من اجدادنا وسيكون اولادنا من بعدنا بالمستقبل. املك بستان من الرمان وعند نضجي في الخريف استعد بقطف الرمان واجعل منه دبس الرمان مع عائلتي ليكون وجبة شهية بالشتاء للطعام، وايضا ابيع منه للناس من اهالي المدينة وخارجها، وحتى بعض الاحيان طلب مني خارج العراق. صنع الدبس يبدي به العم عثمان من صباح الباكر بعد ما يفرط الرمان زين، بعدين يبدي يعصره بيده دون ما يضيف له اي قطرة مي، ويخليه على النار مال الحطب اللي لازم تكون هادية ومو قوية الأكثر من 8 ساعات. مشهورين بالرمان احنا، وكل سنة من بداية الشهر العاشر نبدي هيك عمي يروح للمزرعة يجيب رمان ويجيبه هنا البيت، الزين نخليه هيك والمو زين نذبه. أول مرحلة عم يجيبه ويا زوجي ومجموعة نجيبه هنا ننظفه، وأول مرحلة أسا يقص راسه وهيجي ننظفه وبعدين نفلسه، وثاني مرحلة نعصره، ثالث مرحلة نصفيه، بدأ بنهاية التصفية نخليه على النار من الساعة 3:30 من 4 نبدي نخليه على النار لحد ما الساعة 7 أو 8 بالليل يلا يستوي الدبس، وهيك نبدي بيه لحد ما ينتهي. وهواية يعني بيتعب هواية، بس الشغل إذا ما تتعب هيك ما تشقى بيه مو حلو. وبعد ما يبرد يخليه بقناني نظيفة ويسدها زين حتى يصير جاهز للبيع، وتستخدم أم البيت بصنع الدولمة الكردية الشهيرة اللي ينطيها طعم حلو وحامض. وألف عافية عليكم. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجل الفضائية.